ونحاول قدر المستطاع أنه نمدكم بمعلومات تنفع المجتمع العراقي. وضيفنا لهذا اليوم دكتور محمد يونس، رئيس اتحاد كتاب نينوى. أكيد حنتحدث عن الكتابة العراقية أو بشكل عام الثقافة العراقية اليوم، فنقول لك صباح الخير دكتور. صباح الخير، كل الهلا بيك وبقناة سامراء المعطاء، ونتمنى لكم كل الخير والمزيد والتطور إن شاء الله. تسلم، الله يخليك دكتور، وشكرا اكيد لتلبيه الدعوه، واسفين انه انت على الدعوة انت طبعاً. انت ملتزم فانت جاي على الموعد مضبوط فاخرنا على الدعوه مبدئيا. طبعا اكيد اتحاد الكتاب عفوا بالعديد من المشاكل يعني بالعراق طبعا، سواء في نينوى او خارج محافظه نينوى بشكل عام بالعراق. بشكل عام بالعراق، ليش دائما نحس اتحاد الكتاب يعني بالعراق بصوره عامه ما له يعني مثلا وجود بموضوع النقد العراقي بالفتره الحاليه مثل قبل؟ يعني اكو اختلاف بين الحاضر والماضي. والله يا استاذ محمد، المشكله يعني تتعلق بنظام الحكومه الإدارية قبل ما تكون القضية يعني قضية ثقافية وأدبية. التوجه على الثقافة أصبح توجه ضعيف بالضبط، دعم الثقافة أصبح دعم ضعيف جدا، النظرة إلى الثقافة أصبحت نظرة هامشية، هذا فضلا عن المشاكل الإدارية اللي تكون ما خلف الكواليس. عملية النقد المرتبطة بالاتحادات، الاتحاد مجرد خيمة تجمع الأدباء والنقاد. دعم الحكومة للاتحاد يعني حقيقة ضعيف جدا. الاتحاد مرتبط بوزارة الثقافة، وزارة الثقافة يعني تقدر تقول وزارة ثانوية في نظام الحكومة العراقية. كل هذه تدخل العلاقات المحسوبية، هذه التفاصيل الثانوية اللي ما نحب نخوض بها كثيرا، لكن الدور الحقيقي للثقافة موجود. الآن مثلا على صعيد اتحاد أدباء نينوى، على الرغم من ما يجري بالعراق من مشاكل وويلات، حريص على إقامة المهرجانات، حريص على إقامة الندوات. الآن حديثا أعدنا إصدارات نون اللي كانت تصدر في السبعينيات خاصة بالأدباء الشباب المثقفين. اتحاد أدباء نينوى أصدر ما يقارب 10 إلى 15 كتاب نقدي مشترك، تناول مجموعة كبيرة من الكتاب. هذه بعد الشعراء. بعد النزوح طبعا دكتور. طبعا ما بعد يعني النزوح، وراح نحكي عن قضية النزوح وعلاقتها بالموضوع. تناولنا الشعر العراقي العربي والكردي والسرياني، حلو، في عدة كتب، يعني كان دور جيد للاتحاد في هذا الموضوع. في نينوى حصل. في نينوى طبعا. لكتاب نينوى. طبعا يعني التجربة تنعكس على المحافظات الأخرى. صحيح. أكيد أغلب المحافظات هي اتحاداتها نشطة ومتواصلة. والله أنا ما يعني العفو أستاذ العزيز، يعني ما شاء الله عليكم أنتم، يعني على الحكي التحكي أنا كبرت قلبي. لا أحب أضيف لك أنه إحنا أصدرنا يعني مثلا كتاب بجزئين، كل جزء 1200 صفحة، عنوانه ربيع ثالث. ربيع ثالث يتناول كتاب القصة والرواية في جزء بالموصل، هذا على أساس أنه أم الربيعين، أم الربيعين موصل، يعني الكتاب ربيع ثالث. وفي جزء آخر يتناول المنجز الشعري، حلو، وصدر في عمان من إعدادي وتقديمي ومشاركتي أيضا، ومشاركة يعني عدد كبير من الزملاء، منهم خلف القضبان ومنهم هنا في المحافظات المحررة، صدر بتقريبا 2400 صفحة. ما شاء الله. طيب دكتور خليني يعني أسألك عن موضوع أنا يعني لمسته بشكل شخصي عند معظم الكتاب، هو موضوع أنه بعد ما يخلص كتابه ويتعب عليه ما يلقى دار نشر. طب ما عندنا إحنا تنسيق بين اتحاد الكتاب، سواء اتحاد كتاب نينوى أو أيا يكن يعني، ومع دار نشر حتى تطبع له هذا الكتاب بشكل لائق وأيضا تروج للكتاب؟ والله يا ست أسيل، هذا الكلام يعني للأسف حصل مؤخرا، يعني قبل فترة عقدنا اجتماع ويا المهندس غسان حسين، نعم، المسؤول عن دار غيداء في عمان، وبدأ الاتفاق على طباعة منجزات اتحاد أدباء نينوى من قبل دار غيداء في عمان، وباشرنا الآن بطباعة 12 كتاب والحمد لله. والسلسلة متواصلة، لكن تعرفين هاي تخضع لخبراء في اللغة وخبراء بالجانب الفكري والعلمي، والعملية مستمرة لكن ببطء،
طيب احنا عندنا دار عندنا دار النشر مثلا المدى اللي هي دار نشر عراقية، ليش لجأتوا والله المدى لدار نشر يعني حقيقة أردنية؟ يعني ما طرقنا باب المدى في هذا الباب، لكن اكو مشكلة يعني اكبر من المدى، هي مشكلة ترويج الكتاب اللي يطبع عراقيا فعلا. مو نفس يعني حرجع عني لنفس السؤال، انه هي المدى اكبر دور نشر ومؤسسة وهي الراعي الرسمي لمهرجان اربيل اللي حصل قبل فترة للكتاب الدولي. انا حقيقة لا اتحدث عن المدى، لكن اكو مشكلة بطباعة الكتاب عراقيا. الكتاب حسب القانون العراقي الكتاب لا يصدر خارج العراق، او يصدر بنسبة يعني قليلة جدا يعرفوها اهل القانون للاسف. هذه مشكلة، يعني الكتاب هو الترويج طبعا والإعلام حاليا، خصوصا حاليا خصوصا الترويج عربيا قبل محليا، وخصوصا هذه المرحلة، يعني المرحلة الآن اللي يعني نعمل عليها جاهدين هي عن أدب النزوح طبعا، لأنه أثر جدا بالثقافة وتفاصيل، ويعني يقسم إلى عدة أقسام حقيقة. الأدباء المؤازرين اللي هم العرب أو أدباء المحافظات الأخرى وأدباء المحنة، يعني حاولت أن أقسمه لهذه القسمين يعني. هذا الموضوع بحد ذاته طباعته عراقيا غير كافيه زين، لا توصل الرساله المطلوبه. اريد اسال موضوع مهم ايضا يخص الادباء والنقل. طبعا بصوره عامه نلاحظ مثلا يعني من حكيك انه اتحاد ادباء نينوى احسه نشط اكثر من البقيه، يعني اكو محافظات الاتحاد بها مغيب نهائيا، يعني احنا لا يعني ما نغب من حق الاخرين بس ما شايف، لا لكن اكو يعني حقيقه اكو مشاكل، يمكن الانتاجات ثقافيه اكثر، لكن يمكن اتحاد ادباء نينوى لان الكادر شبابي يعني يعني بالدرجه الاولى. بس انا احكي لك عن محافظات يعني مثلا انبار، صلاح الدين، يعني اكو وحتى بالجنوب، لان داشوف بالجنوب يميلون للشعر الشعبي وللامور الثانيه اكثر من الاتحاد، يعني اكو اتحاد مثلا مال شعر شعبي صح؟ صح موجود هذا الاتحاد حتى في نينوى اكو، حتى في نينوى ومدارس اكو، تحس النشاط اللي موجود بالشعر الشعبي اكثر من الاتحاد والنقد والثقافه. كون الشارع حاليا ميال لهالموضوع. والله هذا الحديث يعني ياخذ مسار اخر، حقيقه علاقه الشعبي بالفصحى البعض يعتقدها علاقه ضد يعني، لكن حقيقه الثقافه العراقيه ثقافه موازيه. حلو. شلون؟ والادب الفصيح والناقد الفصيح والمهتم بالشعر الفصيح لا اعتقد يعني، وعلى الاقل بالنسبه لي لا اعتقد عنده اهتمام بالفصيح يعني اكثر من الشعبي. انا اسمع الشعبي واسمع الفصحى وقد اقرا بالسنين. وقد اقرا الفصحى قراءه نقديه مثل ما اقرا الشعبي. انا اول دراسه نقديه نشرت لي كان في جريده عراقيون، هي عن ديوان صياد الهموم لعريان سيد خلف، قبل ان اعرف شنو معنى النقد عن الشعر الفصيح، وكنت في الرابع كلية. لكن جمهور الشعبي أقوى من جمهور الفصيح بالضبط، مع اختلاف نوع الجمهور يعني نوع اختلاف نوع الجمهور قضية أساسية وموجودة. ولكن ممكن اللي يقرأ شعبي هو نفسه يقرأ فصيح. طبعا الشعر الشعبي تمثيل مهم للثقافة العراقية. طيب دكتور خلينا نحكي عن بشكل عام، مو بس بنينوى ولكن بالعراق، عندنا نلاحظ أنه تغيب لدور المرأة سواء بالرواية أو حتى بالشعر. والله يا ست أسيل أنت يعني بصفتك مرأة قد تكونين مدافعة، يعني حقيقة الثقافة الأبوية العربية واللي بقت تقريبا بس بالشرق الاوسط يعني لابد منها، وما نقدر نقول انه يعني الثقافه الابويه تعمل عمل موازي، وهي حقيقه موروثه يعني من جدنا الفرزدق، مع انه يقال اول كاتبه هي امراه، يقال جدنا الفرزدق يقول اذا صاحت الدجاجه صياح الديك فلتذبح. فشوف الثقافة العربية إلى أي يعني حد، يعني قصدك هو يعني حكر على الرجال. إيه شوفي إلى أي حد هي حكر على الرجال، مع العلم عندنا يعني شاعرات بمستوى عالي من الفنية واللغة، لكن إلى أي مدى يكون هذا الأدب أدب نسوي؟ حاليا ماكو قليلات، لا يعني حتى الخنساء مثلا أدبها ذكوري، يعني الخنساء اشتهرت بالفخر والرثاء، والفخر يعني نصف شعر الخنساء هو فخر بأخوها وزوجها وابنها ونازك الملائكة، هو قضية ذكورية. نازك الملائكة نازك اختلفت الملائكة أو حالة يعني خاصة حقيقة اختلفت، وحالة خاصة نازك الملائكة
يعني وضعت نظرية في عروض الشعر العربي. بالضبط. لهذا أثبتت أسست أن العراق ممكن أسست يطلع أسست من الشاعر لشيء, لشيء كبير. لا مو فقط نازك الملائكة، كثيرات بعد نازك طبعاً. الملائكة عباس كملت المسيرة سواء على الجانب الإنساني أو على الجانب الإبداعي. نعم. وخير مثال على ذلك مثلا أمل الجبوري. أمل الجبوري ناشطة كبيرة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين والنازحين بالمستوى الليبي، هي يبي شاعرة، شاعرة كبيرة بنفس المستوى، ولكن قلة يعني ينعدون على أصابع اليد. طبعاً قلت لك يعني هي حقيقة يعني ثقافة الأدب الذكوري طاغية، وتحدث عن هذا يعني كثيراً. هذا بس يعني عبد الله إبراهيم. إذا نريد نقول السبب، هل هو مجتمعنا إحنا ما يتقبل والله كاتبة أو إذا رواية مكتوبة من امرأة، أو هو تقصير بين المرأة العراقية؟ إذا مجتمعنا ما يتقبل المجتمعات الأخرى شنو المشكلة؟ المشكلة مو بالمجتمع، المشكلة يعني تتعلق بالكتابة أولاً. يعني مدى قدرة المرأة أن تكتب أدب نسوي. حيهاجموك طبعاً النساء. أدب أي أدب يمثل يعني أدب يمثل المرأة. يتحدث عن لسان حال. يعني المرأة. مدى قدرتها أن تصل لهذا المستوى؟ وثانياً مدى حتى قدرة. حتى أحلام مستغاني. لا طبعا حالة مستغانية يعني طبعا أكو حالات يعني، لكن تعد على أصابع اليد قدرة أن تكتب أدب نسوي حقيقي. لكن الأدب النسوي الحقيقي يعني ما يتعلق بما نقرأ اليوم من مقالات ودراسات نقدية عن الجسد أو الإيروتيك أو هاي التفاصيل الأخرى. زين أكو موضوع مهم، موضوع النزوح يعني صار بالعديد من المحافظات العراقية طبعاً. وصار بدول عربية أيضا، يعني طبعاً. سوريا عاشت الأزمة طبعاً. دول مجاورة عاشت الأزمة، يعني وصلت لحد ليبيا اليمن طبعاً. وإحنا نعد على هذا الشيء حالياً، يعني أنا والدكتور سعد الكبيسي زميلنا نعد على نعمل على مشروع لجائزة أدب حلو. النزوح العربية حلو. بس أنا أريد أسأله يعني الأكيد الأدباء بهاي الدول وباختلاف المناطق والكتاب حيطرحون كل واحد وجهة نظره طبعاً. بس حد حيصير تشابه بالأفكار بالكتابة إجباري. شلون أنتوا تطلعون كيعني بنينة وككتاب ومبدعين ومثقفين من إطار التقليد أو التشابه؟ والله يا سيد هو يعني موضوع أدب النزوح حقيقة اللي حد الآن هو مصطلح يعني مطاط يعني ما مستقر. أدب النزوح عموماً يعني كفكرة ما مستقرة حالياً، فما أعتقد يصير يعني هذا المستوى من التشابه وال يعني والتداخل بين الأفكار. لكن فعلاً هي فكرة حلوة، يعني لازم نبحث عن مواطن يعني الاختلاف تميز. عن مواطن التميز بالضبط. عن مواطن الجديد بالموضوع، ويمكن هي واحدة من شروط يعني القبول للجائزة اللي نعدلها إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك دكتور. خليني أسألك سؤال أخير. اليوم إحنا إنتاجاتنا الأدبية مع كل هذه الظروف إذا نريد نقارنها بالماضي، إيش قد ممكن أنت تنطي نسبة والسبب؟ والله إذا يعني النتاج اللي يعني بهذا الظرف حقيقة على مستوى العراق، لأن أكيد أنت متابع كل العراق هو بس يعني على مستوى هذا الظرف العصيب حقيقة هو أي إنتاج هو حالة إيجابية وحالة صحية وحيوية. تحدي لهذا الظرف القاهر، وكما قال الدكتور يعني صالح الجميلي اللي ناقشني قبل أيام قليلة بطروحتي للدكتورة، قال أنت أن تمسك القلم في هذا الظرف العصيب تستحق الامتياز. والدكتور صالح الجميلي طبعاً الرجل غني عن التعريف في مؤازرته للشباب ومتابعته ودوره في المجلة. الكتابة في هذا الظرف هي بحد ذاتها حالة صحية، لكن ما يكتب الآن قياساً بما يكتب قبل 30 سنة أكو فارق كبير. إذا إحنا بحالة فارق تردي ثقافي. طبعاً أكو تردي ثقافي كبير، لكن هذا لا يمنع وجود أقلام مهمة على مستوى الشباب أو الجيل اللي قبل الشباب، أقلام منتجة، أقلام جيدة. لكن المشكلة في هذا التردي هي مشكلة النشر. يعني أي واحد نرجع لنفس المشكلة، أي واحد يكتب يقدر يطبع وحتى على حسابه الشخصي. هذا المنجز لما يصل إلى الناس أو يصل إلى البلدان العربية حقيقة هو يمثل الثقافة العراقية. ليش دكتور وين الرقابة؟ ماكو رقابة، ما عندنا رقابة. أي واحد يريد ينشر مو موجود. أي مقياس للرقابة
بس انت فعلا مثل ما قلت هذا يمثل ثقافة العراق يعني طبعًا. اذا هذا الكتاب يعني وقع بيد شخص مثلا وناقد ونقل انه هذه هي الثقافة العراقية وكان مستوى خلينا نقول بسيط لا لا طبعًا او مستوى يعني اقل من بسيط الرقابة هذه يعني كارثة. احنا اصرينا باتحاد الادباء ان نشكل لجنة من دكتور جاسم خلف الياس والدكتور جاسم محمد جاسم وعبد المنعم الامير واني على فحص النصوص قبل دفعها الى الطبع. يعني انا على سبيل النكته قبل فتره كنت في المتنبي اشتريت كتابين بعناوين مختلفه لمؤلف واحد فوجدت طبعا واحد طبعه مصريه واحد طبعه اردنيه العناوين جذبتني رجعت للبيت واذا بالكتابين هو نفس المحتوى فقط العنوان مختلف فوين الرقابه؟ يعني للأسف طبعاً إحنا بدنا نظل وياك أكيد والحديث شيق وممتع وفعلاً يعني شكراً على وضحت لنا بعض الأمور وشكراً لكم ونشوفكم أيام خير أكيد إن شاء الله.